هم صحفهم كبرسيارك مولا خزمت تالا براو مزاحمد بو شي جناب قربان من ما مصاب عبد الرحمن من اللي خزمت جناب سما مصاب عبد الرحمن سفاستك ما مصايا ما مستعيا او كسانك يعني جنيو بصحابه كاني في غنبر ادن صلى الله عليه وسلم ما نحل يعني شونه لقيامته والله قربان او بسعري جناب بيك اعيد جواب دي موانيا رضي الله عنه ورضو عنه اما آتي كبوانيك بأدبي برابر صحابي في غمرك صلى الله عليه وسلم أدبي نيما كان رجل موبر ماويق لموبر أو رئيس درويش كان لكردستان العراق يعني سكاتي بها مو صحابة كان كردو أبيني لروشالاتي شا يعني خلقي كي زور هيا وكابرانا كروا بإله يعني هر أي برسن يكسر فنا بالله سبحانه وتعالى أما نحل ينشو والله والله قربان موضوعي جندان بالصحابي في غمر صلى الله عليه وسلم أو بري بأدبي وكوا يخصب في غمر وتبي مشك حديثة هكذا يخصب في غمر بوك ويخصب أخوة وتبت بلا يكلوانك بومنا حزرتي معايا كائمة بيد جياوازي همو الصحابة كاني في غمر صلى الله عليه وسلم خوش معن أبين همو يان رزيان لي إقرين بيد جياوازي همو يان أبي بيكشو تماشا كرين بلام زياتر أواني ك لخزمة في غمر صلى الله عليه وسلم وكو هرشوار خلفاك اوان رزيان زياتر وقلواني تر معاويش كاتبي وحي بما موسى بلي معاويش هيك يقول لواني كاتبي وحي في غمر يام صلى الله عليه وسلم اتار في غمر صلى الله عليه وحي واتبه او نوسيوس يواني بوي بلا انت خواهي قوري هداية او كسانش با خواهي قوري هداية يان با شو كان نزانن معنوية جناب تمام وصمى عبد الرحمن خواهي قوري لآياتي قرآن في روزة فرميت قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آية زاناو نزان لا يخفاوك يكن خوانوارو نخوانوك يكن بيقومان نخير واي قربان بلا واي بتاكيد ما مصا ام كسانش دلنيا من لوي كان بكري جيراونو بكري جيراون لجير لصلاة واروها بو اليدان الديني إسلام تفرقه لنا نوان مسلمان إما همو أصحاب كاني في غمر صلى الله عليه وسلم أخينا سرسل وسرشا ومن همو يعني من خوش أوي بيد جياوازي إمام مسلم موقف ما تشي ببران بربا ما نكا أواب برزيك كان بو صحابانك الله عز وجل خد باسد كرا فرمي رضي الله عنهم ورضوا عن الله اللي أن رازيبوا أوان لأ الله رازيبون يعني كيبو يهي إهاني وصحابة برزانا بكا كز بويني وابي جواب درينو قربان ابي اهانه ام بكري بومنا هر كسو بجوري تواناي خوي ما مصيجن هر كسو بجوري او بلو منصبي كي هي بدا صلاة هي بعلمة كي هي بدستي هي بالزباني ابي انساني مسلمان جواب يعني باتواني او كسانن دم كل كرين والله قسكت زور راسته سكت زور راسته ما مصاور راسي بمن أمانة بكافر زانم حركس جنيو بصحابي كي بيغمبر با صلى الله عليه وسلم من بكافر زانم چونك آتي قرآني خستو بدرو الله فرمي من ليان رازي بوم أم داما وقرب سر ليان رازينا بزور سير يعني صاحبي عرضو عاصمان ليان رازي بو أم لي رازينا بي أما مصيبة براسي أما مسل شوابي يعني من أمانة بمسلمان هل نازان ما مصاير من هلم والله قربان امام دعي هدايات يعني ممكن ما مصيب الرئيس والله راسك اما حزك هنا وخلك والله ما مصاحموي هدايات والقريس سن بأ الله بهشت من هر بخو من ناوي بو خلكيش ما ناوي بو قومكش ما بو وخلكش ما ناوي بلام كي شكل شي ما مصا اما انا امر خلك نوجك على سريان بمسلمان يا نزاني دعاء خير يان بوك على دين امريكا امان ايلن يعني او دستور بيرا وكان كامانه لبيني خلك بلاوي كان وكشي دينك اشتكي ترى على ما مصا ما مصيّن يعني خسّك هذا خمسة سعر من نازم جناب شيء أقليك وشيء بيرو باورك ت بعام ما مصاكاني روش هذا زور بيز زوريان سرب التصوف وطريقة نقش بندي وياخو طريقة والله ما مصامن وأنا حمي أنا كافر زان وراسيبي
وكذا والله هي مشكلة. أيوة اي والله ما مصا من هر كسي حوالا غيري الله بكا بهم كافر ما مصا شون كا وبو النابي ومجالي تيانية تو كسك بمسلمان بزاني كي يعني اروات شنك كابا قبرك على يا قبر كرم ببيك شم ببي اما شون مسلمان اشتوانا بي انهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار او آياتني ما مصا با موضوعي كافري ما مصام على عبد الرحمن بو منو جناب اني ناتوا عنديش كسي كافر كين او بدس خواهی گور خویتی نه من نتوانی یعنی کس بخین روانی جهنم و روانی بهش کنه و بود امنی قرآنی مو نه امی وکیلی اس ارس یعنی خلق بخین جهنم و خلق بخین بهش دو نه بلا ما گل کسی کفری کرد مثل ما وزا ایسا کابره کلم من شیطان به کافر نزانم ام کابره من بومیه پیبلم کافره اما سری کرده و یکی نیست و جناب رو پرسیاره که یادی زلامی و شیطان با کافر نزانی بله با اما ظاهرانکی ظاهرکنی و رکی دروی اما ناخ نزانی اهل ناخ و نه علاقم بناخیونی ما موسا من علاقم بناخیونی بلام زلامی کلم من شیطانم پی مسلمان ابی من موقفم چی بیم تکفیری کم ابی جوابی نیتو ابی خوتی لیلا بیت بس نه به تکفیری کم موضوعی تکفیری زور موضوعی خطر ما مصایب برس موضوعی ايوه. تکفیری اما نتوانی هیچ کسی کافر کن چون که حدیثی لسلک بودن اصحابی کلیه که لجنگ کنه لگل کافر کنه شری کرد کابرای کافر که تجد اصحاب که او ایستی شاید من بین کابرای کافر اصحاب که نیش یک خنجری که بسی که او نیش شهادت بینه یکسر امری خواهی کرد کابرای کافر ملح. ام ایدی منه شو خزمت پیغمبر صلی الله علیه و آله معلومه جنابش جنابش بیسوتا بله او به صراحت کی اسامه بن زید ما موسی ورس بله قربان ای مادم معلومه لای جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی بو کشتت خوا بت کوجی بو چی فرمی ای پیغمبر خوا صلی الله علیه و آله ویستی لا ترسا شهادت بین لبروی کنی کوشم بله ما موسی الله عز وجل پیغمبر نه فرمو الله بتكو جيبو شي كوشت وانا فرم الحديثه كما موسى بيشي ليت هاو قربان جان والله الحديثه كيا معلوم لي جناب اقل بخدمتي قشتي بي واصحابي كوشتي فرمي بو كوشت خو بتكو جي فرمي بو كوشت خو بتكو جي والله والله اي المهم موسى مقسم اللي هو فرمي ابو جوتي اي بيغام يا اخواني بروي كوشتم اقل نم كشت آية شهادية ناو بإيمان وأقرأها ولا إخوة بلى فرمي أي بيغمار إخوة صلى الله عليه وسلم أو ما كافر ولا ترسي ويكمن نيكو جب شهادية نا فرمي تو ضلي شاكر دبو تو لنا ضلي أو كسي أبي بو كشتت يعني أم صحابي ظاهراني أم كابري كافري در بري بويا كشتي بلان پیغمبر صلی الله علیه و آله پی ناخوش او کزه که کافری جو کدیجی مسلمانان شریه کرد بلان پیغمبر صلی الله علیه و آله پی ناخوش او که او کسا بو شواز امر اما رز گرتنا لشی لانسان حدیثه که بس من پیم خوش بو کبیر تخم او پیچه برزت باشتریش بزنی چون که منو تو شاید باش نزنم بس حدیثه که فرمی يا أسامة أقتلت بعد قال لا إله إلا الله بعد ما قال لا إله إلا الله أي أسامة كشت دوا وكوتي لا إله إلا الله يعني نال الله بدك جيبوتي وكشت ليش برسيارك دروس بما مصا يعني أو كسك أسامة كشتي مسلمان بو يعني لا مسلمان نبو قربان بيشا أيوة بلا وايا شنك هلا أنا مسلمان مشافر يا أسامة أقتلت بعد ما قال لا اله الا الله يعني او لفظيت انا وبحرت امام مصعب الرز مفهم خوش وتنها وبلم يعني ما مصعب سكسي شيء مثلا او خلق او يهودياني كلا اوكرانيا او انا تكفيره كاته وتكفيره دروس تمام مصعب مثلا بو يهوديان الله كافر والله قربان موضوعي او انا اما مفتيني تا فتوى وبري يعني بس شويه تكفير عنك ما مصعب اما علي دين دينك الرحمة دين صحمتني إما دينك باب جواني بجواني بيجيني ما مصعد الرحمة بقى إما تجيش بيرو باورك ما بين أول شيء ك خوارة يعني تجي دين الإسلام إما دعائي هداية يعني بقى إما برفتاري جوان مان بعصو كوتي جوان مان
وابكين كأوان بين سر إسلام ورجال إسلام وهداية. سكت زور طاو ما مصاب بلا ما فقط هناك شمال التصرف كي دواء مردني يعني مثلا كابريا كبينين مثلا مردوها يهودية يا مثلا كابريا كبينين تشكين كدو بقبرك الله يا قبر كرم ببك شم ببي أما أمري عاي نوش بكين لسري ما مصاب لقبرستاني مسلمانان أبي بنجرد يعني أبي تصرفي مسلماني لقلاب كري دعاء خيري ببكري لسر جنازة كي نوش بكري أمشتاني أبي لقلاب كري تمكسي أنا ما مصاب والله قربان موضوعي أوي كجناب تفرمي يعني هالكسر نازل يعني بوس أم سردمي يسا همو كسر بش خوي تكنولوجيا اللي بدأ سياتي وعين موزان ودين بيش وتلاي يعني باورنا كم بو أم سردمي يسا ما موسى كسر توزي أقلي هبي يعني سجد بو دارك بري سجد بو قبرك بري والله مع الأسف بني حتى إسا شرك حتى إسا شرك ريتوش ما موسى آخر ما موصى لو شيء اللي كثير حاضي نبو منو يحسبوا لنا إما برهاني درويش وبرهاني صوفي هاد برهاني تتربية بولنا أجر كسكا سجدة بخوا بريو دعوة الأخوة كأو توعين في ابن كاكم كسانا كافرين ما موصى من وانيا والله ما موصى من آتك يعني هم شبيري وآتاك ومولى صورة كهفة الله سبحانه وتعالى فرمي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل صعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أو كيشكم لواي ما مص يعني الله عز وجل باسي قومك كاكا الله وازانا كاري باشا كن كوات النازانا يعني جاهلا نازانا بيان واي كاري باشا وشاكا كن كشي الله سبحانه وتعالى فرمي أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم يعني من همشو آية تنبيرك ويتمام صابويا يعني براسي ناويرم بكسك او موقفيه من بيبل مسلمان من بيبل كافر ما مصاب راسي والله اشي كافري ما مصاب يعني اشي من انا اشي براسة يجي ايش كسك لامن يا قربان اما كافري داني بو اخوة اخوة اخوي بالريال الله هداية اخوي قورة بالريال بعد سروي من كافر تو مسلماني او بدعتشية او مبتدعة او شريف بخوا قرار يا ما موسى الباني سيتي هي من عم يشت عجب لك ما موسى لكم واليدين بلي 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 مثلا الباني الله كسي قرآن يهاني قرآن كابي خاتة والده ومثلا نعوذ بالله الله في عليك كفر وبالله مخوي هر مسلمانة كافر نابي يعني براسي مقصانا لا من زور قصة ما موسى يعني من يعني براسي شرح وتفسيري وإنسان بزاني أو بياو بوشي وايوتو يعني يوم قصي زور قصة ما موسى والله والله قربان من وكو خو منالم هاد كسيك قصب أصحابي في غمر بعد لبر خو في غمر صلى الله عليه وسلم رقم لو كسيك نبري بأدبي كدوه بل عمر كسيك في غمر صلى الله عليه وسلم خو شو يستوى والله تكفيري ناكري يعني تكفيري ناكري ما موسى والله موضوعي تكفيري أو إشي مني ما موسى درست عن استلك كم مزقوت إمام وخطيبي ما موسى من لشاد سليماني لما زقوتي حاجي طاي حاجي رحيم قبيلي لقركي راطري بلا قصد لقلب محمد يسنيك ما مصطى جناب أوي قربان بلا من أبو محمد يسنين خواه هداية جناب قربان خواكي أخواتي هوبا الله هداية مانكا براسي بيم سيرة كم بيطلم كابرا يهودي كافرة علينا زور سيرة يعني تو آخر ملاي أخذتو الدين فروش الله مستعانة وخلق دامونا زاني كتو چس تو ايوه ما نانش آفتك ان بسلم قوم كرد الدامة او چون سواري مليا وخلق بون اخر تو ما موسي شرعيت من نازم بهم سيلة براسي اخ تو دينك الله عز وجل باسك الدين فروش من بم زانيا اخ الدين فروشي او قاف رقم ببر اقر بم زانيا او ملا دين فروش كانت انا او ملانا كي او دستان قروب براي شعلك يعني لا حول ولا قوة الا بالله